سلامت للوالدة. الله يسلمك. شايفك من قبل. انت خطيبة لهديك البنت ما؟ ليك اللي صار معها أثر فينا كلنا. كلنا ممكن نتعرض لهيك شيء، الله لا يقدر. الله يستر على بناتنا وعلى بنات العالم. بس القصة مبين فيها ملعوب. أخي مشان الله ماني رايق لك. ليك استنى شوي. هداك المحامي هو اللي زوى كل شيء وقتها، اسمع مني. أي محامي؟ هداك المحامي اللي بيشتغل عن بيت رجدان، ما عرفته؟ أول ما وصلت البنت على المشفى هو كمان إجا وراها. فات وحكى مع كل المسؤولين هون بالمشفى. حتى بعد ما طلعوها البنت من المشفى إجا لهون كم مرة. قلتك ليش قلي ليش؟ لأنه أولاد رجدان متورطين بالقصة، قال كل أولاده مغتصبين للبنت. قلتك ليش المحامي إجا لهون غير اللي يغطي عليهم؟ فكرك ليش ترك كل شغله وقضاياه؟ وليش بده يساعد هيك بنت مسكينة الله ينتقم منه. تفضل رشاد بي. شوفي رشون بيك بده يحكي معك. صباح الخير رشوان بيك. شو عم بيصير يا رشاد بيك؟ شو في رشوان؟ مبين عليك ما قريت الفضيحة بالجرايد. شو قلت؟ مالي خبر بشي. اهدى هلا وفهمني شو صاير. اتصلوا فيني انه شوي جماعة من مجلس الشعب وخبروني بالقصة. شو في؟ احكي لي شو قصة البنت اللي اعتدوا عليها، وصحيح سليم متورط بالقصة؟ شو اللي صار مع فاطمة؟ <تصفيق>